المهم من هنايا من هالدروج اللي هبطت في داك النهار اللي بغيت نعاود لكم اليوم القصة ديالي، هبطت فيه انا دارجة واقفة على رجلاتي، وقفت وانا كان هابطة وانا كان جري وما حاساش بالقيمة ديال الصحة. هبطت من هالدروج طريقة اللي هي عادية، كان نقز فيهم وما عارفاش راسي واحد النهار غادي نهبط بالطريقة. هبطت في هالدروج ما عارفاش مصيري، واحد النهار غنولي بحال هكا. هبطت في هالدروج انا طالبة جامعية، ورجعت من هالدروج وانا طالبة الشفاء. هبطت من هالدروج وانا فرحانة، ورجعت في هالدروج وانا باكية، وليت كنحلم انني غير نشوف الضو ونشوف الزنقة. هبطت في هالدروج انا بصحتي وانا هي كل طموحات واحلام. رجعت في هالدروج تمنيت انها ترجع لي غير صحيحتي. دوزت طفولتي في الزنقة وانا كنجري وانا كنلعب. رجعت لهاد الزنقة وانا فوق كرسي متحرك. مشيت وجيت في الزنقة وانا بنت كلي طموح واحلام. وريتكم الصورة وانا واقفة، صورتي وكيف كنت وكي وليت. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تلقاكم هاد العواشر يا ربي كلكم صحة جيدة، وان شاء الله تدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. وباش ما كتمنوا اي واحد باغي شي حاجة الله يحققها له يا ربي في هاد العواشر يا سيدي يا ربي. والله يشافي كل مريض، والله يشافيني ويشافي اي واحد مريض، والله يعفو علينا ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي. اليوم جيت نقول لكم صراحه، سمحوا لي حيت في الفيديو اللي قبل بكيت. شوفوا الانسان بشر تيعيا، توصل واحد الدرجه كيبقى يهز يهز صافي حتى تيعيا بزاف، يعني ما تيلقاش انه فين غادي، سيرتو ملي ما تيكونش يخرج وما كيلقاش كيفاش يخرج ولا هذا. انا حيت انا شخصيا يعني ضد انني نمشي نشوف شي بسيكو ولا هذا، كنحاول ان دائما نكون انا بسيكو لراسي. كنوصل الصراحه لدوك الدرجه اللي شفتوني، ولكن عندي مده يعني ما بين 3 ايام و 4 ايام وكنرجع كيف ما كنت. وانا الطبيب النفسي ديالي هو المرايه اولا الكتاب، هكا كنبقى نكتب. وصراحة ملي كنرجع ولا ملي لحد داك الفيديو رجعت وبقيت كنقول علاش وهذا، ولكن ما قدرت الصراحة نتحكم في راسي حيت حسبتكم يعني عائلتي. قلت علاش غادي نبقى نبين انا دائما نمشي وانا يعني واصله بيا حتى للعظم، علاش غادي نبين انني انا راني مزيان وهذا. جات بكيت في الفيديو ما قدرتش نحبس، و ونتمنى يا ربي يفرج على كل واحد. شوف كيف ما شفتو سميتو في الهبطه ديال الدروج كيف كنت وهذا. الصراحه ما عمرني شاركت معكم قصتي قبل ما ندير الحادثه، ومن موراها شنو وقع وهذا. جيت اليوم باش نعاود ليكم باش نتوما تحسوا راه ماشي ساهله، راه واخا الانسان تيتقبل راسو ولكن راه ماشي ساهله. شوفوا انا كنت واحد البنت اللي ملي كنت صغيره كنت حركيه بزاف، كنت باغا نوصل تنشوف هكا، باغا ندير بزاف الحوايج في حياتي، باغا نقد راسي ونقد والدي وهادي بزاف ديال الحوايج. انا با ملي كنت صغيره هو كيشوف فيا المستقبل، يعني كنت هكا كنكافح انني باش نقرا وتندير بزاف د الحوايج لراسي باش نوصل لداكشي اللي باغا. وصلت صور، وصلت الاولى اعدادي ديك الساعه دخلت مع الاب ديالي للحانوت، بديت كنخدم معاه يعني كنخدم معاه. انا ما كندخل الحانوت ما كتبقى سميتي سعيده، كان سميتي سعيد باش هكا باش نكون قاصحه، وديك الثقه اللي دار فيه الاب ديالي يعني ما نخونهاش، ونبين الناس راه بصح راني قاده. ومن السابعه وانا كندير وكنكافح، وانا كنت كندخل يعني اوقات هكا سبت وحد ولا الوالد ما كيكون ولا نهار اليوم الاسبوعي ملي ما كنكونش هكا قاريه كندوز باش نعاونه. وصلت للكاترياماني لقيت راسي انا شاده الحانوت، يعني شاده يعني فوق، لقيت فوق من يعني مسؤوليه فوق من راسي. صافي وليت ضروري خاص الحانوت ما يتسدش، خاص سعيده هي اللي تحلو هادي بزاف ديال الحوايج. يعني بديت لقيت راسي يعني هز المسؤوليه وانا صغيره. هادشي راه يعني في 7 كانت عندي طالعه في 12 عام،
والكاتريام يعني يعني درت 14 عام بديت كنخدم مع الاب ديالي. قلت لكم انا يعني كنبغي ندير اي حاجه يعني كنخدم هنا وهنا، مهم باش نقرا ونوصل وما نوصلش وما نوقفش حد النيفو اللي وقفوا فيه اختي الكبيره وخويا الكبير وسي محمد وهذا. يعني خويا اختي وقفت في السانكياماني، خويا في الكاتريماني، سي محمد في الرابع. يعني سي محمد كان مرايا، كنت يعني باغا نشوف فيه بزاف الحوايج اللي ما درتهمش انا، ولكن حتى هو مسكين كتب عليه الله مكتوب وكتب عليه هذا المرض هذا. الله يفرج عليه وان شاء الله يا ربي شافيني باش نحقق له داك الشيء اللي كنتمنى فيه انايا. صافي وصلت للباك، كانت الوسيله الوحيده ديالي باش انني نخرج ونضمن وظيفه وندير حتى انا وتكون عندي واحد الصالير ونقد والديا وحتى انا نعيش يعني مزيان، هي باش انني وسيله نحصل على شهاده البكالوريا. شهاده البكالوريا جيت قريت انا في الباك باش تعرفوا الزهر ما كاينش. جيت قريت في الباك كنقرا انا، المشكل هو ما عنديش الخط، خطي ما زوينش. يعني درت مجهود، كنحس براسي صافي انا نهار الطابلو، غير مشيت باش نتاكد بان ميزه غادي نشد الباك، غادي نشد زعما الباك، حتى كنمشي كنلقى راسي ما كايناش في الطابلو. كانت لي هذيك صراحه هذيك الصدمه حتى هي معمرني ما غنساها. جيت للدار تنغوت سخفت يعني صحاباتي وهذا كيتسناوني انني ننجح، بزاف اللي مشى تيتسنى الاسم ديالي، ولكن مشيت عاوتاني صبرت وهذا وصبرت وحلفت ما نديرش استدراكيه، ولكن كانت حارس العام واساتذه قالوا لي خاصك ديريها، والحمد لله دوزت استدراكيه ونجحت انا البنت الوحيده في الاستدراكيه. الحمد لله، شوفوا ربي راه واخا ما كيدير لنا حاجه الا وفي خير. يعني شوفوا استدراك يعني كانت انا نجحت انا وجوج ولاد، يعني مهم حسيت براسي بحال انا نجحت بوحديتي واخا نجحت في الاستدراكيه. كانت الحمد لله مشيت باش نقرا في لافاك، باش نقرا في لافاك العام الاول دفعت الحي ما حصلتش على الحي، ما حصلتش عليه. صافي كنمشي وتنجي لقيت صافي بقيت كنعاون في الاب ديالي، يعني ما كنتش كنحضر حضور اجباري، يعني كنمشي في وقت ليكزام وهذا. واخا هكاك كنت كنصابر وهذا، كنت باغا نحقق امنيتي اللي هي باغا نخدم شي خدمه يعني تكون عندي اللبسه ديال الداخليه اولا نكون محاميه. كانت امنيتي انني نقرا ونكمل، يعني ما شديتش الحي، قيس هكا كنكافح ونجاهد يعني ماشي انا كنعاود لكم قصتي غير باش ما تقولوش انني راه ضعيفه، راه عشت شي حوايج، راني راه شوفوا راه حتى شي واحد ما لقاها كيبغى، ولكن انا كنقول دوزت قمه الماساه والحمد لله ربي كتب عليها وثاني هذا المكتوب والحمد لله. نتمنى من ربي يا ربي يفاجئها ويفرجها. مهم مشيت عاوتاني بقيت كنمشي عند مسؤول شؤون الطلبه ونجي وهذا وندير ونكافح باش نحصل عاوتاني على شومبر في الحي الجامعي، باش انا يعني نبقى نمشي ونحط انا حويجاتي وعادي وعادي من هذا المنبر. بعدا كنبغي نشكر الصديقات اللي كانوا كنت ساكنه معاهم، كنقول لهم شكرا لكم بزاف. وصافي مشيت عاوتاني حصلت على شومبر وهذا. داك العام صافي قلت كلشي تقاد كلشي هذا، يعني نظمت وبديت كنعاون الوالد ديالي وكنمشي وقت ليكزام، يعني على الاقل بعدا كنمشي قبل بسيمانه، يعني كنفوت اليوم الاسبوعي وكنمشي عاوتاني كناخذ لي بوليكوب كنراجع وهادي وهادي. صافي تندوز ليكزام الحمد لله، يعني كنت فهمت وكنت بقى يعني ماشي من داك النوع اللي فاشله ولا اللي ما باغاش توصل ولا، بالعكس كنت باغا ندير اي حاجه انني باش نوصل وشي حاجه يعني بالحلال وهكا باش نوصل لداكشي. صافي قلت يعني الوسيله هي انني واخا كنساعد الاب ديالي صافي ضروري انني خاصني نقرا 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 باش هكا انا نمشي ندير مستقبل باش نقد ندير بزاف الحوايج بالنسبه لي بالنسبه ليا والوالد ديالي. وانا اصلا كانت امنيتي والله امنيتي قبل من بين الامنيات هو نخدم ونشوف با نعيط له الحاج، والله الا هذه كانت من بين الامنيات ديالي قلت صافي غادي نخدم وهذا. صافي مشات حصلت على الباك، هي هذيك كما دوزت قلت لكم شديت دوزنا ليكزام، جيت دوزت رمضان تصوروا رمضان كنت كنتصحى وكنمشي للحانوت. فقت واحد النهار لقيت خوتي هكا ناعسين والوالد ديالي مريض وهذا كتشدو الضيقه وما كيقدرش على رمضان، يعني كنضطر انني انا اللي كنت كنمشي نخدم في الحانوت. مشيت له داك النهار متفقت في الصباح، فقت في الصباح قلت دعيت واحد الدعوه
ونتمنى يا ربي انه يسمح لي. وهذا الشيء بغيت نوصله لكم، هو اي واحد بغى يدعي شي دعوه لراسو يدعيها ويدعيها هي كبيره ويدعيها خير لي، سوى يكون معصب يقول يا ربي فرجه، ماشي يقول شي حاجه اللي تزيد عليه. صافي مشيت تسجلت سالي، مشيت نهار بعد الاثنين صيفطت مع ولد عمي باش انه يسجلني، نسى واحد الورقه باش تعرفوا راه المكتب انني راه مكتب لي غادي نمشي وغادي نتسجل انا راسي وغادي نرجع فداك النهار وغادي توقع ليا حادثه. صافي وصلت الجمعه خدمت مع الوالد ديالي، انا خميس تصوروا الخميس انا خدامه، واصلا قبل 40 يوم وانا عندي هذاك الاحساس 40 يوم وانا جالسه كنبكي، كنت في واحد العرس بدون شعور كنبكي، علاش الله اعلم. المهم هذاك الاحساس اي تنبكي، وصلت داك النهار اليوم اسبوعي بالخميس وصلت، انا كان تندير تنخدم مع الاب ديالي في هكا في سميتو، كان ندير تنفشل وكنطيح تنوض بصعوبه وكنفشل، يعني تشلت قبل ما انني ندير الحادثه تنوقف. صافي مول فان انا اللي كنشد السلعه في السيمانه، والخميس كنخدم مع با في الصباح وتنتسنى حتى تيجيو هكا صحاب السلعه ديال العشيه وكنخلصوهم وكاين صافي وتيمشيو، يعني انا اللي كندير على دوك الوراق وكل شيء، انا اللي تنقيد شنو بقى وشنو هادي، يعني كنت هازه مسؤوليه قداش. صافي هي هذيك، مشيت الجمعه في الصباح فقت وحق الله يا البنات والدراري، المهم مع بزاف كاينين الدراري كيتفرجوا فيه، هابطه في الدروج وكنقول واش غادي نرجع، باقا ما دايره ليكسيدا لا والو، تنقول واش غادي نرجع ولا لا، يعني جاني واحد الاحساس وغادي راني ديجا مصوره معاكم المحطه شحال بعيده علينا، غادا وغاديه في الطريق وكندور جيت الدار بحال ما حسيت براسي. وعدتكم انني ما نبكيش ولكن كنعاود لكم احساس يعني كيفاش حسيتو، تنقول ما عرفت واش غادي نرجع ولا ما غاديش نرجع، وحق الله ركبت عاوتاني في الكار بحال شي حاجه مقبوطه ليا. ملي وصلت للرباط وصلت للقامه كنحاول انني مع وصلت مع الجمعه وراك عارفين مع الجمعه وداكشي، وصلت تقريبا مع 11 كنحاول انني باش ما نلقاهم سدو باش نتسجل، حيت كان هذاك هو النهار الاخر ديال الموسم الدراسي ديال سنه 2013. يعني مشيت هكا راكبه في التي تاكسي كنحس بمول التي تاكسي طول عليا الطريق بزاف، كنحس به طول عليا الطريق بزاف. وصلت تسجلت عادي ساليت اجراءات تصور واحد الموديل انني ما كنتش مكنش يسحب لي انا مدخله ولقيته داخل وفرحانه وهذا، ويعني بحال نسيت هذاك الاحساس. صافي هي هذيك مشيت عند دار عمتي جلست معاهم ديك الليله، عند كانت ديك الساعه ما كان الواتساب كانش الواتساب كان الفيسبوك قليل فاش كتدخلي له هذا، كانت عندي ميساجات كنصيفط للناس كاملين اللي كنعرف ميساج بحال كنودعهم كاملين. يا هذيك صبح عليا الصباح بواحد الطريقه صافي ما يعني واحد الاحساس، ما تنشوف الماكله ما حاملهاش، كنشوف بزاف د الحوايج ما حامله. صافي حتى ضربات 11 ديال داك النهار قال لي الوالد ديالي راه جايين دار عمك اجي معاهم، جايين في الطريق جايه بحال هذاك الشيء، تنحس بشي احساس يعني ما نعاودش لكم، ما قدرتش انني ما عارفاش نعبر عليه بالكلمات. وصلنا وضربات فيه الشمس، كان ديك الساعه شهر 9 وضربات فيه الشمس في الطريق، وانا نقول لعمي غادي نتحول انا وياك في البلايص، انا كنت في البلاصه يعني هي كانت في البلاصه ديالي وانا كنت يعني انا رجعت في البلاصه حتى هي اللي غادي نضرب فيها انا. صافي جايين في الطريق وصلت تقريبا بقات لينا شي 3 دقائق انا نقول ليها هزيني وصوريني، صوراتني وهي تصورني وما عجبتنيش ديك التصويره انا مغوبشه وانا نقول لها عافاك عاودي صوريني وانا ضاحكه، صوراتني تصوروا في الشاف. صافي من ديك التصويره انها بس صوراتني تلاح التليفون، انا ديك الساعه فقدت الوعي ما بقيت عاقله على حتى شي حاجه، ربي ما بغانيش نعقل على هذاك نشوف كيفاش ضربت وهذا، ولا شوف ربي كيدير تاوين الخير، ما عقلت على حتى شي حاجه في الكسيده، لهذا علاش ما كنعرفش انني نعاود كيفاش دارت الكسيده ولا كيفاش تقلبات بين الطوموبيل. المهم ديك الساعه اللي كيعاودوا انها بدات كتصب الشتا وبدا الرعد والضب بالجو، صافي وهي تطلق بين الطوموبيل، يعني الطوموبيل انا فاش ضربات مع الشجره والشجره دخلت لي داك العود، دخل لي نيشان انا في العمود الفقري ديالي.
صافي هي هذيك، انهم باش يخليوني انا في الطوموبيل هما بقاو كيجبدوني وكيوقفوني، وانا كنطيح كيجبدوني وكيوقفوني، انا كنطيح. يعني تكون، يعني تقدر تكون الاصابه كانت اقل خطوره، يعني اقل خطوره، يعني ما تقدرش انها توصلني هنا، ولكن حتى هي كانت سبب من الاسباب ديال الحادثه. الحمد لله صافي ديك الساعه مشيت تهزيت للسبيطار، كيدخل عندي الطبيب. ما بغيتش نعاود لكم باش نختصر باش ما يجيش الفيديو طويل. كيجي عندي الطبيب كيقول لي ما عمرك غادي توقفي. انا كما هذيك الهضره يعني دخلت لي منه وخرجت لي من هنايا، ما تيقت صافي تنقول انا يا صافي غندير العمليه راه غادي نوقف، راه يعني الطبيب غير كيهضر، انا راه غادي نوقف. الطبيب ما يعني ما عارفش ولا هذا. انا وليت يعني صافي هذاك الشيء ربي نزل عليا واحد البروده، يعني تقبلت واخا قال لي هكاك، ما تعصبت ما والو. يعني مشيت عاوتاني جيت، قال ما درتش العمليه في السويس، يعني بقيت من سوء الحظ ديالي تلاقيت مع السبت واحد ما درتش العمليه، وصلنا حتى الاثنين. اثنين قالوا لنا غديروها واحد تقريبا طلعت علينا ب 10 مليون كامله، تصوروا 10 مليون ما عندناش. صافي بداو العائله كل واحد شنو كيدير، ها اللي كيعطي هذا الوالد ديالي، يعني هو اللي دار يعني تسلف وتكلف وهذا، والله يكثر خير. يعني كل من ساعدني في ديك اللحظه درت العمليه، انهم ما كيزربوا باش غادي نوقف. وانت كلشي ما تيقش هضرات الطبيب، تيقوش انني ما غاديش نعاود نتمشى، ما غاديش نرجع يعني نعاود نتمشى. صافي مشات مشيت درت العمليه، خرجت جيت عاوتاني لقيت المعاناه ديال الترويد، ما لقيتش فين دير الترويد، لقيت الطبيب طبت عاوتاني. مشيت اضطريت انني فاش نعس في السبيطار باش ندير الترويد، وليت كنداوي غير واحد الطيابه صباح وعشيه. تصوروا لدرجه انه راه ما كاينش مخنز من بنادم، من لحم بنادم. تصوروا حق الله انا دوزوني من شي بلاصه خانزه، وما نتذكرش داك الطياب اللي كان فيا انا، وديك الريحه اللي كانت كتعطي بواحد الطريقه. حاشاكم كنت اللي كليته، وكنت ما كنقدرش ناكل، يعني داك الشيء اللي كنشمو كنت زعفان، يعني مشى ليا الجنب كامل، يعني نسيت انني راني مشله وما كانش مشى. وليت يا ربي كنحاول انني غير النبره من الطيابه، كيجي الطبيب وكيجي الفرملي واحد المرويد الله يكثر خيره حتى هو، كيقول لك انا اللي غنداويها، كيجي كيحيد لي داك اللحم كيتقطع، وانا كنبكي وتيقول لي تتحسي، تنقول له يا ريت نحس بلحمي وهو كيتقطع، وانا كنشوف يا راه ما كنحسش بلحمي، ما كنحسش به كاع. صافي بقات تصوروا العام ونص انا يعني كنعالج وهذا. جيت عاوتاني بدينا عاوتاني الترويد، الترويد كدير الترويد بدون نتيجه، يعني بدون نتيجه. يعني انا وليت كنقول يا ربي في ديك اللحظه غير نجلس. عاوتاني اللحظه اللي كانوا جابوا لي الكرسي، صافي كنقول زعما راه غادي نبدا نتمشى، ولا غنتمشى بشي طريقه اخرى. يعني نهار لنهار وانا مازال ما متيقاش ديك الفكره. نهار اللي جابوا لي الكروسه ولي سبحان اول مره غنشوف الكروسه، ولا جاتني غريبه وما نعاودش ليكم داك الاحساس، يعني ما يتنساش ليا داك الاحساس. صافي دازت الايام وانا كندير الترويد وكندير الترويد يعني بدون نتيجه، وليت انني كنقلب غير باش نعول على راسي، غير باش نجلس بحالي بحال الناس وما نبقاش غير متكيه وهذا. وليت جلس الحمد لله، بديت تنجلس من مورا عام ونص، بديت كنجلس عادي، تنجلس بدون مخاد وهذا، تنحاول عاوتاني. وليت كنحاول انني نطلع يدي لراسي، نحاول حتى انني نمشط راسي ونقاد فولارتي وهذا. الحمد لله هادشي عاوتاني بديت كندير، وليت كنطمح نوقف، كندير الترويد وكنصابر وكنحاول انني ندير بزاف الحوايج. وجيت عاوتاني جيت درت عمليه على المراره، حيدت المراره، دازت هي عاوتاني، دازت ايامات الحمد لله. تا هي كانت من اقدار قدر الله، تا هي حيدتها واخا كانت بسبب الاعصاب وداكشي اللي كنت كنشرب ودوك الاعصاب اللي كنت كنعاني، والحمد لله. هادشي كله ما عمرني دخلت في حالات اكتئاب، كنعاود لكم غير باش تشوفوا انني شوفوا هي ما داز عليا قويه، وما عمرني ما بكيت ولا هذا. يعني هادشي كله كنت كنرجع غير لقلبي، يعني لدرجه انه الوالد ولا دارنا ما تيعرفوش راه انني كنعس بالحرق وكنفيق بالحرق، كنشكيش بمرضي هادشي، حيت كنبقى نهز وكتوصل بيا. ملي تتوصل بيا يعني حتى شي واحد ما كيفهم الحاله ديالك، صافي كنحاول انني انا نرجع لراسي.
صافي جيت عاوتاني، جيت للدار جلست عادي، قلت خاصني ندير عاوتاني شي حاجه، هذا نبدا نلبس انا سروالي، نبدا نبدل حوايجي، نبدا نبدل بلاصتي، هذه عاوتاني هادشي بديت كنعاني بيه عام شويه بشويه شويه، شحال بحال شي وليد يعني من اللي كتولدي حتى تيبدا يحبو هذا بحال هكا كتولي انك تعلمي وهذا. شوفوا هادشي انا دابا حتى وصلت انني قدامكم ودرت قناه وبديت انا بغيت نشارك معاكم. انا تمنيت ان قصتي اليوم تكون انها تكون عبره، تكون عبره ليكم وتشوفوا يعني مصير واحد الفتاه اللي كانت مشات باش تحصل على شهاده، رجعات فوق كرسي متحرك. جيت باش نوضح ليكم علاش انني بكيت في داك لا فيديو، وعاد زيد ان المعاناه وكتلقى مشاكل يوميه وما كتلقاش اللي يفهموك وما كتلقاش بزاف د الحوايج كتبدا تعاني، ولكن الحمد لله هادشي كله انايا كندوزو صبرت ليه والحمد لله. ونتمنى يا ربي انكم منكم اللي شاف لا فيديو يدير لايك وتسمحوا ليا، وانايا راه شوفوا راه بزاف ديال الضغوطات اللي كي ما عمرني خرجت بشي فيديو، وانتم ولفتوا عليا انني قويه، ولكن حتى انا بغيت حيت بزاف ديال الناس غالطين فيا، بزاف ديال الناس كيقولوا هاد الانسانه عايشه مرتاحه، هاد الانسانه ما محتاجهاش، هاد الانسانه هذه، بالعكس انا حتى انا عندي كرامه ونفس هادشي كله قلتو ليكم، حيت حتى انا عندي نفس الكرامه، حتى انا بامكاني اني نخرج كل نهار نقول لكم عاونوني انا محتاجه، عاونوني انا محتاجه، ولكن كنقول شوف هذا باش هذا باش ما يكونش حتى هو عائق باش ما يزيدش يحطم نفسيتي، كنقول صافي نخليها في يد الله، لا كان مكتب شي ربي انه شي واحد غادي يجي يساعدني في الطريق ديالي مرحبا، ما كانش مكتب. اكيد كنشكي الله، واللي كيقولوا لي شكي الله، شوفوا انا كنشكي الله، انا ما جيتش شكيت للعبد ولا قلت للعبد انه يبدل القدر ديالي، بالعكس انا يتمنيت غير قصتي تكون عبره للناس، ونتمنى يا ربي نكون عاودت لكم قصتي وتفهموني يا ربي، ونخليكم في امان الله، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتكونوا معايا غير باللي زابوني وبالمشاهده هذه الشيء باش تساعدوني ان شاء الله حتى انا يوصلني الكود، ونخليكم في امان الله، وشكرا لكم بزاف بزاف، وان شاء الله الفيديو القادم يلقاني ان شاء الله بطاقه جديده وطاقه ايجابيه لكم.